الرحباني على الحملة ضد فيروس. لجنة تخليد فيروز والأخوين الرحباني تتحرك، آخرها سلسلة اعتصامات صامتة أقيمت في بيروت، القاهرة، عمان، دمشق وعواصم عربية أخرى، تضامنا مع الفنانة الكبيرة فيروز بمشاركة فعاليات ثقافية واجتماعية وفنية. فيما كشفت بعض المواقع الإلكترونية عن تدخل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان في حل الخلاف الحاصل داخل البيت الرحباني. معنا عبر الهاتف من بيروت المخرجة ريما الرحباني، كريمة فيروز وعاصي الرحباني. ريما أهلا بك. ورثة منصور الرحباني يقولون إن فيروز تحرمهم من حقوقهم عندما تعيد المسرحيات التي هي من تأليف الأخوين الرحباني، هل هذا صحيح؟ مساء الخير. أول شيء القصة من الناحية القانونية واضحة كثير وبسيطة كثير، وصار له 60 سنة مثبتة، حاجة يضيعوا العالم. المرحوم منصور الرحباني تنازل خطيا للسسام سنة 1963 عن كل حق يعود له بإجازة أو منع أي من أعماله الفنية إلى السسام. تنازل مش وكالة، وهالشي بيلزم ورثته. هن تنازلوا لجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى المعروفة بالسسام عن جميع حقوق المؤلف بما فيها حق إجازة أو منع الأداء العلني لكل أعمالهم الفنية من سنة 63، لقاء استيفاء بدل مادة تشبيه لهم السسام. فبتقوم هالشركة اللي هي السسام بإدارة جميع أعمالهم الفنية وقبض العائدات وتوزيعها عليهم، وهالعائدات تحصل من منتجي الحفلات وبعد إقامة الحفلات، مش من فيروز وقبل إقامة الحفلات. فإذا قصة الحقوق مبتوتة ومحسومة ومعروفة، وهيدي بلبنان وبكل العالم. فهن مش بس ما إلهم حق يطالبوا فيروز باستئذانهم ويطلبوا إنها تاخد موافقتهم المسبقة، هن حتى ما إلهم صفة يحكوا بهالموضوع. سؤال، ليش هن بحق لهم استثمار أعمال الأخوين رحباني بأعمال غنائية بدون ما يستأذنوا حدا؟ الحفلة في قصر المؤتمرات ومنصور ينشر دواوين شعرية للأخوين رحباني بدون علمنا وموافقتنا، والفرسان بإدارة أحد ورثة منصور، وفيلم سيلينا المأخوذ عن مسرحية هلا والملك واللي تم إعادة كتابته وتحوير السيناريو الأساسي بدون العودة إلنا، عدا عن انه قبضوا العائدات بالانفراد وغيرها وغيرها من الأمثلة. فيروز هي الأكثر حرصا على المحافظة على حقوق المؤلف، كون أيضا وريثة حق المؤلف العائد لعاصي الرحباني، ومش صحيحة كذبة حقوق ملكية فكرية مهدورة. تبريمة، المشكلة كبيرة اليوم، كيف بدأت؟ يعني ظهرت فجأة على الإعلام، صدمة محبو فيروز، كيف بدأت؟ القضية هي محاولة لتزوير التاريخ ودفن إبداع عاصي الرحباني، عم تنشغل من سنين، وبلغت ذروتها بالمرسوم الوزاري اللي صدر بشباط 2009 عن وزارة التربية والتعليم العالي، واللي بيقول بإدراج فن وأدب منصور الرحباني والعائلة الرحبانية، وأسقط منه اسم عاصي الرحباني عمدا مش سهوا. هالحادثة بتلخص كل النوايا والمؤامرة اللي إلها سنين عم تنشغل لإلغاء عاصي من الأخوين وتثويب الأخوين بالرحابنة، وكل ما يخدم هذه الفكرة أو هذا المخطط يصار إلى اعتماده. فمن الممارسات اللي بتخدم هالمخطط إسكات صوت فيروز وإبعادها عن الساحة. كيف؟ عبر منعها بأي طريقة مهما كانت قذرة من أداء أعمالها. اليوم ما حدا له صفة يحكي ويأذن أو ما يأذن لفيروز. المؤلفين الأصليين ألفوا هالأعمال
وبوجود فيروز. نعم. وفيروز كانت الملهمة. طيب ريما، لو مصوت ايه؟ فيروز وشهرة فيروز والشعبية اللي بتتمتع فيها فيروز ما أخذت هالأعمال هالنطاق الواسع من الانتشار واللي واللي ما بيحصل أي مؤلف يحصل عليه. طيب اليوم كل من يعتصم في حيفا ودمشق والأردن وغيره يريد أن يعرف هل فيروز ممنوعة من الغناء اليوم؟ وين الحل؟ لا، ما في قرار قضائي بمنع فيروز، بل بالعكس فيروز أقامت دعوة ضدهم على ممارساتهم ومحاولاتهم منعها من أداء أعمال الأخوان رحباني بصورة غير مشروعة، وفيروز بتملك نص الأعمال وما حدا بربحها جميلة بملكها، خاصة إذا كان دخيل على هالأعمال. وبدعت انه الحقوق الملكيه الفكريه مهدوره، هي كذبه كبيره، لانه مثل ما قلت لك سبق وتم التنازل عن حقوقهم الماديه للسفان. اذا محاولات منع فيروز هي لدفن اعمال الاخوان رحباني وابداع عاصر رحباني، لانه بدون فيروز اعمال الاخوان رحباني بتموت. طيب ريما، انا بتشكرك كثير على انك كنت معنا، سمعنا على الاقل موقفكم وبوضوح. شكرا لك ريما رحباني. كريمه شكرا. كريمه فيروز وعاصي رحباني من بيروت.